السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، النهاردة هنبدأ مع بعض أول حصة. هي حصة بسيطة جدا وهي تدريبات على المتتبع. قول ح نون بتساوي أ زائد نون ناقص واحد في د. ده قانون الحد العام للمتتبعة الحسابية. أ ده بيعبر عن الحد الأول في المتتبعة، د ده أساس المتتبعة، نون ردة الحد، ح نون دي قيمة الحد. لو هنتكلم على الحد الأخير يفضل بدل ح نون نكتب لام، يبقى لام بتساوي أ زائد نون ناقص واحد في د. نون هنا بتعبر عن رتبة الحد الأخير اللي هي في نفس الوقت عدد حدود المتتبعة لو كانت طبعا المتتبعة ديت منتهية. في عندنا قانون تاني، جيم نون بتساوي نون على 2 في 2 أ زائد نون ناقص واحد في د. جيم نون بتساوي نون على 2 في أ زائد لام. دي قوانين مجموع حدود المتتبعة الحسابية. لازم نفهم كويس جدا ان الالف بتعبر عن الحد الاول من الحدود المراد جمعها، اللام بتعبر عن الحد الاخير من الحدود المراد جمعها، ولازم تكون فاهم كويس جدا ان الالف في قوانين المجموع واللام مش هما الحد الاول في المتتبعة او الحد الاخير في المتتبعة، دول بيعبروا عن الحد الاول والاخير من الحدود المراد جمعها. لو بصينا على قانون الجيم نون الاول وجيم نون الثاني هنلاحظ ان نون موجوده في القانونين، الف موجوده في القانونين، يبقى دول مهمين جدا بالنسبه لنا في ايجاد مجموع نون حادا من متتبعه حسابيه. هنلاحظ مع بعض ان القانون الاول بيتميز بالدال، القانون الثاني بيتميز باللام. هنبدا كده مع بعض امثله تدريبات على القوانين ديت ونحاول ان احنا نستوعبها مع بعض. هنشوف كده مع بعض اول مثال عندنا. بنقول متتبعة حسابية حدها الأول 3 ح نون زائد 2 يساوي ح نون زائد 1 زائد 2، محتاجين نجيب الحد الخامس. طبعا أول ما أسأل أي طالب أقول له الحد الخامس في المتتبعة الحسابية هيساوي إيه؟ هيقول لي أ زائد 4 د. هل يا ترى عندنا الحد الأول موجود؟ الألف موجودة بكام؟ ب 3. طب الأساس موجود نقدر نجيبه ولا لأ؟ نبص كده على المعطى الثاني، ح نون زائد 2 بتساوي ح نون زائد 1 زائد 2. لو نقلنا ح نون زائد 1 الجهة الأخرى هيكون عندنا ح نون زائد 2 ناقص ح نون زائد 1 بيساوي 2. هنلاحظ مع بعض دولت ح نون زائد 2 ناقص ح نون حد ناقص الحد السابق له. دي معناها إيه في المتتبعة الحسابية؟ معناها أساس المتتبعة الحسابية، وبالتالي الدال هتساوي 2. عندي قيمة الدال وعندي قيمة الألف، أقدر أجيب بسهولة جدا ح 5 اللي هي أ زائد 4 دال، أ قيمتها 3 زائد 4 في الدال اللي قيمتها 2 طلع 11. مثال بسيط ومثال سهل جدا. نكمل مثال آخر، 29 سين 3 سين 95 دي متتبعة حسابية، محتاجين نجيب قيمة السين. هو عطيني الحد الأول والحد الثاني وعطيني الحد الأخير والحد قبل الأخير. لو فكرنا مع بعض ونتذكر مفهوم أساس المتتبعة الحسابية، أساس المتتبعة الحسابية كنا بنجيبه إزاي؟ هو أي حد ناقص السابق له. معنى كلامي لو قلت الحد الثاني ناقص الحد الاول ده هيكون هو اساس المتتبعة الحسابية، الحد الاخير ناقص الحد قبل الاخير برضه هيكون اساس المتتبعة الحسابية. لو قدرت اعمل معادلة من الحد الثاني ناقص الحد الاول بيساوي الحد الاخير ناقص الحد قبل الاخير اقدر اجيب قيمة السين. مبدئيا كده مع بعض لو قلنا سين ناقص 29 هتساوي 95 ناقص 3 سين. هننقل سالب 3 سين الطرف الايمن بعكس الاشاره يبقى سين زائد 3 سين، سالب 29 بعكس الاشاره يبقى 95 زائد 29. الطرف الايمن اصبح المحصله فيه 4 سين، الطرف الايسر 124. لو قسمنا على 4 قيمه السين هتطلع في الاخر ب 31. حبيت اتاكد من حلي، تعالوا كده مع بعض نعوض عن قيمة السين ب 31. هيكون الحد الأول 29، الحد الثاني 31. لو جبنا الأساس هيبقى 31 ناقص 29
هتكون قيمته 2، الحد قبل الاخير 3 في 31 ده ب 93، لو جبنا الحد الاخير ناقص الحد السابق له 95 ناقص 93 برضو الناتج هيدينا 2. نشوف مع بعض مثال اخر، بنقول متتبعة حسابية فيها الحد الخامس قيمته بتساوي 10، عايزين نجيب جيم 9 الاولى منها. نشوف المعطى الاول كده نكتبه ونحاول ان احنا نستفاد منه. الحد الخامس قيمته بتساوي 10، يبقى الف زائد 4 دال تساوي 10. طيب احنا وصلنا دلوقتي ان انا لقيت علاقة ما بين الالف والدال، الف زائد 4 دال بتساوي 10. جيم 9 الاولى، اي طلب هيفكر يقول لي محتاجين النون، عدد الحدود بتسعة، محتاجين نجيب الالف، محتاجين نجيب الدال. لو انت بصت لها ان كل حاجة من دولت محتاج ان انت تجيبها في الوقت ده، مش هتقدر تحل السؤال ولا تعرف تجيب جيم 9 الاولى. ممكن لما نعوض عن جيم 9 يظهر قصادنا في الناتج المقدار الف زائد 4 دال. تعالوا نحاول كده، جيم نون بيساوي نون على 2 في 2 الف زائد نون ناقص 1 في دال. جيم 9 هتساوي 9 على 2 في 2 الف زائد 8 دال. ظهرت مفاجأة جميلة جدا عندنا، ان انا ممكن اقدر اخد من جوه 2 عامل مشترك، هضيه مع الاثنين اللي بره، هيفضل 9 مضروبة في الف زائد 4 دال. كده هنقول يا ما انت كريم يا رب، ظهر قدامنا قيمة ألف زائد 4 دال اللي هي موجودة عندنا. نعوض عن ألف زائد 4 دال بقيمتها اللي هي 10، يبقى 9 في 10 طلع الناتج ب 90. وده مثال كويس جدا ممكن نستفاد منه استفادة عظيمة، إن جيم 9 الأولى مجموع التسع حدود الأولى بيساوي عدد الحدود اللي هو 9 في قيمة الحد الأوسط بالنسبة للتسع حدود. إيه هو الحد الأوسط بالنسبة للتسع حدود؟ هو الحد الخامس. طب يا استاذ محمد انا ممكن ما اعرفش الحد الاوسط ده رتبته كام؟ لا احنا عارفين كويس جدا، رتبه الحد الاوسط هتبقى 9 زائد 1 على 2. يبقى وبالتالي نعممها بصفه رئيسيه، ان لو طلب مني جيم 9 اقدر اجيب المجموع مباشره عن طريق ان اضرب عدد الحدود اللي انا هجمعها اللي هو 9 في قيمه الحد الاوسط في 9 حدود دولت اللي هو الحد الخامس اللي قيمته هي 10، فيبقى 9 في 10 مباشره تدينا 90. نشوف كده مع بعض مثال جديد، بس الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بنقول متتابعه حسابيه فيها ح 3 زائد ح 7 زائد ح 11 زائد ح 15 يساوي 72، فان ج 17 الاولى منها يساوي نقط. عايزين نجيب مجموع ال 17 حدا الاولى منها. في طالب ذكي ممكن يقول لي يا استاذ محمد انا فاكر المثال السابق، جيم 17 ديت ممكن تبقى 17 في قيمة الحد الأوسط، أو الحد الأوسط اللي هو الحد الكام، واللي 17 زائد 1 على 2 يعني الحد التاسع. لو أنا قدرت أجيب قيمة الحد التاسع من المعطيات اللي موجودة عندي أقدر أجيب جيم 17. نحاول كده مع بعض، ح 3 أ زائد 2 د، ح 7 أ زائد 6 د، ح 11 أ زائد 10 د، ح 15 ألف زائد 14 دال بتساوي 72. المحصلة في الآخر 4 ألف، 2 دال و6 دال 8 و18، 8 و10 18، وعندنا كمان 14 يبقى 32 دال تساوي 72. نبسط المعادلة شوية، نقسم على 4 يبقى ألف زائد 8 دال تساوي 18. طب عظيم جدا، ألف زائد 8 دال دي بيتمثل الحد الكام؟ للحد التاسع. يبقى الحد التاسع مباشرة طلعت قيمته 18. جيم 17 بقى مباشرة ممكن نقول 17 في ح 9، يبقى 17 في كام؟ في 18. في نقطة بقى تانية ممكن نستخدم القانون، جيم 17 بيساوي 17 على 2 في 2 ألف زائد 16 دال، ناخد 2 مشترك تضيع مع الاثنين اللي بره، هيتفضل جوه أ زائد 8 دال. أ زائد 8 دال قيمتها كام؟
18، وبالتالي المجموع ج 17 الاولى هيساوي 17 في 18 ونطلع الناتج. فكرة بسيطة وفكرة سهلة بتعتمد على انت فاهم ولا لا.